مشاهدو قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي بوسكورة، في المكان اللي تم العثور فيه على سيارة ديال الشرطي اللي حرقوه وقتلوه في نواحي حد السوالم. حسب مصدر امني، فقرر المدير العام للامن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي منح ترقية استثنائية لمقدم الشرطة الذي كان ضحية اعتداء إجرامي أفضى لوفاته خلال مزاولة لمهامه بمنطقة الرحمة بولاية أمن الدار البيضاء. وقد كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب أثارها لفائدة أسرته وذويه. كما كلف والي أمن مدينة الدار البيضاء بتقديم تعازي المدير العام للأمن الوطني لجميع أفراد أسرة الهالك. وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية اكتشاف جثة موظف الشرطة الفقيد الذي كان قد اختفى خلال حصة عمل ليلية في ظروف مشبوهة بطابع إجرامي، حيث تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتشخيص هويات الفاعل أو الفاعلين المفترضين. ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الفقيد الذي كان ضحية اعتداء غاشم في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعائلات الشرطيين الذين قضوا خلال أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم النظامية. إذن برافو للمديرية العامة للأمن الوطني، والله يرحم الشرطي هشام، إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه يا رب ويوسع عليه ضيقات القبور. الله يرحمه، إن لله وإنا إليه راجعون. وكنتمنوا على أنهم يلقيوا القبض في أقرب وقت على الأشخاص اللي تورطوا في هذه القضية هذه اللي تم قتل وحرق شرطي كيعمل بالمنطقة الولائية الرحمة، حرقوه في ضواحي حد السوالم. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور. الله يصبر ميمته، الله يصبر عائلته، الله يصبر الزوجة دياله، والله يصبر وليداته. الله يرحمه. وهاد الأشخاص اللي داروا هاد الفعلة غادي يبانوا في أقرب وقت، كونوا متأكدين. كاين استنفار أمني كبير في المكان اللي تم العثور على السيارة محروقة، تواجد كل من رجال الأمن، عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، تضافروا الجهود باش يوصلوا لشي خيط لفك هاد الجريمة. الأشخاص اللي حرقوا سيارة النية ديالهم هي إخفاء معالم الجريمة. هيهات عندنا جهاز أمني كبير، عندنا بوليس ودرك ملكي، رجال بمعنى الكلمة، وخدامين في الضل غادي يجبدوا هاد المجرمين. فحسب بعض الشهود قالوا لنا بأن جاوا ربعة ديال الأشخاص بسيارة ديالهم، والسيارة ديال الشرطي اللي حرقوه وقتلوه رماوها في هاد المنطقة خلاء في حفرة، خووا عليها ليسانس، شعلوا فيها العافية، فشافوهم هما يهربوا. الله يبين الحق، الله يدير شي تاويل ديال الخير. وكنتمنوا على ان هاد الاشخاص يتشدوا في اقرب وقت، يتشدوا في اقرب وقت. حرقوا الجثة ديالو وحرقوا حتى الطوموبيل ديالو. هادو مجرمين، اخطر المجرمين، كيشكلوا خطر على المغاربه كاملين، غادي يتشدوا في اقرب وقت. الروح عزيزه عند الله، الروح عزيزه عند الله. وبرافو للسي عبد اللطيف الحموشي والمديريه العامه للامن الوطني، كنقدموا لهم التعازي الحاره ديالنا. وفي هذا القضيه المؤلمه ديال الشرطي هشام، فقرر السي عبد اللطيف الحموشي يمنح ترقيه استثنائيه للشرطي هشام اللي كان ضحيه الاعتداء الاجرامي خلال مزاولته لمهامه بمنطقه الرحمه
بالدار البيضاء. الله يدير شي تاويل ديال الخير والله يبين الحق، والروح راه عزيزه عند الله. فين ما كانوا هاد خوتنا هادو، ماشي خوتنا عفوا راه كتخرج ليه، فين ما كانوا هاد المجرمين راه غادي يتشدوا، الله واخا يبدلوا الجلده ديال وجههم غادي يتشدوا، يتشدوا غادي يبانوا يبانوا. غنوصلوا على نهايه هاد البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله. الشرطه خط احمر، الله يبين الحق، تبارك الله عليكم، الله يرحم هشام، الله يصبر العائله ديالو، الله يغفر ليه، والله يوسع عليه ضيقه القبور. تبارك الله عليكم، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. مزيد من التطورات غتلقاوها على قناه شوف تيفي، قناه الشعب، قناه صوت لمن لا صوت له. تبقاو على خير.